Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisah Almais Aidiyah akan membawakan murattal Al-Qur'an surah At-Tahrim dengan komposisi lagu Bayati, Jiharka, Ros dan Nahawan. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Baitul Qura channel ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار
فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.